تمام، يعني واضح انه اللي حدث خلل فني في خلال في اللحظات الاخيره من الكونغرس، واضح الناس كلها كانت تعبانه والكل قضى ساعات طويله هو في الكونغرس. ف اللي كان واضح عند الجميع وبيعتقدوا الجميع انه فيش تصويت على الموضوع، فعلا فيش الا السعوديه هي اللي ظلت مستضيفه وانحكى في الموضوع وانعمل برزنتيشن على الموضوع. فحتى كان رئيس الاتحاد اخونا ابو رامي كان موجود مع الامين عام الاتحاد السعودي وحكى له انا شوي تعبان وبدي اطلع الغرفه في عندنا تصويت، حكى له لا لا ما فيش تصويت خلص انتهى الموضوع ما فيش غيرنا، يعني الموضوع بيكون بالتزكيه بتعرف اكليميشن. فاحتياطا طلع الاخ ابو رامي وضل مندوب، يعني واحد مندوب فلسطيني ضل موجود، حتى مندوبنا كان مع اخوانه السعوديين الموجودين كانوا قريبين بيستعدوا للاحتفال بالاعلام، لانه يعني اكيد يعني السعوديه ما اخذتها ما اخذتها. انا من ناحيتي شخصيا كنت حابه الشاشه تبين هذه الاصوات مش كلها اخضر المربعات، انا بديها تكون خضره كلها عشان تكون مثل العلم السعودي اللي شفناه بعدين بالاحتفال. ولكن واضح انه في لما اجى كانت طلع برا مع اخوانه السعوديين فبيحكوا فيش تصويت، فجاه حكوا لهم لا 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 الموضوع في تصويت ارجعوا على القاعه. فهم رجعوا كلهم مستعجلين، الجهاز السكرين تعرف لما تسكر السكرين بده يفتح السكرين بده يدق عليها، فدق دق على السكرين كانت ماشيه ال 30 ثانيه بتعد علقت الزر معاه.